عايز اروح معاكم كمان لحاجة مهمة جدا وتصريحات مهمة جدا عجبتني جدا انا اسلام الشاطر. الكابتن اسلام الشاطر عجبني جدا في موضوع عليه ضغط كبير اللي هو الاجازات الطويلة في النادي الاهلي اللي بيديها موسيماني للعيبة. الكابتن اسلام الشاطر قال اول اجازة طويلة اداها موسيماني للعيبة. عجبني جدا التصريحات بتاعت اسلام الشاطر. قال اول اجازة طويلة كلنا انتقدنا فيها موسيماني والامر كان عجيب انه يمنح اللعيبة راحة طويلة قبل نصف نهائي دوري ابطال افريقيا ضد الترجي التونسي. وموسيماني قد يكون لديه مدرسة اخرى غير المدرسة اللي تعودنا عليها. علشان كده بيدي اللعيبة راحات طويلة لا سيما انه طبق هذا الامر من قبل كذا مرة ونجح فيه بشكل ملفت للنظر. قال ان في مفاجأة ان هو بيحاول يجيب موسيماني ليكون معاه ضيف في اقرب فرصة. وقال انه سأل موسيماني عن الهدف من الاجازات الطويلة اللي بيديها للعيبة وتحدث معاه في الامر، ولكنه ينتظر منه انه يعلم بنفسه ومش عايز يسبق الاحداث. يعني اسلام الشاطر بيقول يا جماعة الخير الناس اللي بتتكلم ومنهم الكابتن احمد شوبير على موضوع الاجازات الطويلة اللي بياخدها النادي الاهلي وان ده خطأ. الراجل موسيماني صاحب مدرسة مختلفة وان اسلام الشاطر اتفق معاه على انه يبقى معاه في البرنامج قريب وانه سأله على موضوع الاجازات الطويلة دي ولكن مش هيقول الاجابة اللي قالها له موسيماني وينتظر ان يعلنها موسيماني بنفسه. ولكن اسلام الشاطر بيؤكد ان موسيماني صاحب مدرسة متفردة ونجح بسياسته دي انه يحصد البطولات مع النادي الاهلي. قال كمان ان موسيماني اسلام الشاطر اللي بيقول قال موسيماني بيخطط بشكل جيد وشكل جديد خلال الفترة القادمة ويرغب في لعب كرة قدم مختلفة. المفاجأة اللي قالها اسلام الشاطر بالنسبة لنا في موضوع الاجازات الطويلة ده وخطط اللعب، قال ان موسيماني قال له ان المستوى اللي عايزه هو موسيماني من لعيبة الاهلي لن يظهر الا بعد سنتين من تولي المهمة. يعني اللي عايزه موسيماني من لعيبة النادي الاهلي الناس مش هتحس بيه غير بعد سنتين. هما السنتين قربوا يخلصوا خلاص، مع نهاية الموسم هيبقى ليه سنتين. فبيقول ان موضوع الاجازات الطويلة ده موسيماني صاحب مدرسة متفردة فيها وان هو قال له اسباب الاجازات الطويلة، ولكن اسلام الشاطر لن يعلن عن هذه الاسباب وينتظر ان يعلنها موسيماني بنفسه. ده كلام مهم جدا من اسلام الشاطر، كلام مهم جدا 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 من اسلام الشاطر، خصوصا موضوع يعني مش عارف انتوا تتفقوا معايا ولا تختلفوا، موضوع ان المستوى اللي انتوا عايزينه من لعيبه الاهلي واللي انا عايزه لن يظهر الا بعد سنتين من تولي المهمه. ما اعرفش كلام اسلام الشاطر وتصريحاته وكلامه عن موسيماني بعد ما اتكلم مع موسيماني بيقول ايه اللي دار بينه وما بين موسيماني. نتمنى نشوف ان الاهلي افضل وهننتظر عمر السنتين. موسيماني هيتم سنتين في 10 اللي جاي. وهو بيقول موسيماني كما صرح اسلام الشاطر قال له موسيماني قال لاسلام الشاطر انه مش هيطبقوا لعيبه الاهلي فكره اللي بعد مرور سنتين. عامة سنرى ماذا سيحدث في هذا الملف المهم جدا. صفحة الأهلي الرسمية على الفيسبوك نزلت اليوم العالمي للسعادة اهو، ونزلت الصورة دي مش عارف شفتوها ولا لا. الصورة دي صورة أفشة وهو بيسدد القضية ممكن، وكتبت عليها استنى اقرا لكم اللي اتكتب. الأمم المتحدة اختارت يوم 20 مارس يوما عالميا للسعادة، لكن نعتقد أن لدى جمهور الأهلي يوما آخر للسعادة وهو يوم أن سدد أفشة
القاضية في مرمى الزمالك. أهو أنا هاجة نزلتها بالأمس صفحة النادي الأهلي الرسمية. اللي نزلتها صفحة النادي الأهلي الرسمية. بحاول أجيب لكم بس حاجات خفيفة كده على السريع. كمان عايز أطمنكم على علي معلول. المعلومات اللي عندي إن علي معلول انتظم في معسكر منتخب تونس استعدادا لمواجهة مالي في تصفية كأس العالم. وعلي معلول عمل تدريبات فردية خفيفة حتى لا يتعرض للإجهاد بعد ما شارك مع الأهلي أمام المريخ السوداني وأمام صنداونز. كمان ثنائي الزمالك سيف الدين الجزيري وهمدة البسوسي انضم وانتظم في معسكر منتخب تونس بعدما خاض مع الفريق مواجهة بترو أتلتيكو يوم السبت الماضي. فاطمئنوا على علي معلول واطمئنوا على البسوسي واطمئنوا على سيف الدين الجزيري. دي بس معلومات مهمة جدا. أما بالنسبة لبيرسي تاو فقد استبعد من منتخب جنوب أفريقيا ومدرب جنوب أفريقيا قال إنه مصاب وعلشان كده لم يضموا معه. وقال كلام مهم جدا مدرب جنوب أفريقيا، قال أنا مش هضم لاعب مصاب وأنا حاسس إن بيرسي تاو محتاج يلعب 6 شهور حتى يعود مستواه ويلعب بدون إصابة. كلام خطير جدا قاله المدير الفني لجنوب أفريقيا عن إصابة بيرسي تاو. كمان في مصدر في النادي الأهلي نفى أي مفاوضات تكون قد جرت أو ستجري مع لاعب العراق أو لاعب منتخب العراق وفريق الشرطة العراقي سعد ناطق. في لاعب اسمه سعد ناطق ده بيلعب في منتخب العراق وبيلعب في نادي الشرطة العراقي. سعد ناطق استنى أوريكم صوته عشان تبقوا بس معايا. دي صوته ده اسمه سعد ناطق ده لاعب منتخب العراق ونادي الشرطة العراقي. الأهلي نفى أي مفاوضات تكون بينه ما بين هذا اللاعب. والموضوع لما سألت أنا عرفت إن وكيل سعد ناطق هو اللي عرضه على أمير توفيق وأمير توفيق يعني ما اداش رد. فوكيله قال إن إحنا بنسوق سعد ناطق في مصر ولكن نتمنى أن يكون في النادي الأهلي علشان في ناس اتكلمت كتير في موضوع سعد ناطق.